السلام عليكم مشاهدين الكرام، في أخبار اليوم تتابعون فيها: تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الداخلة بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف أحد العناصر الحاملة للفكر المتشدد زوال يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين. الموقوف الذي يبلغ من العمر 23 سنة وينحدر من مدينة الحاجب أعلن البيعة للأمير المزعوم لتنظيم داعش، وانخرط بشكل فعلي في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الداخلة بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف أحد العناصر الحاملة للفكر المتشدد زوال يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين. الموقوف الذي يبلغ من العمر 23 سنة وينحدر من مدينة الحاجب أعلن البيعة للأمير المزعوم لتنظيم داعش، وانخرط بشكل فعلي في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.